الله سبحانه وتعالى ما تنصرتكم معايا ونعم لله. انا كنتمتع بالبركه ديال الحاج الحبيب اللي عرفته هو حي قبل ما يموت. واللي انا من الناس الاخرين اللي شافوه هو عنده 120 عام. الحاج حبيب ديال التنات كميشه هكا صغيره، كنا كنهزوا فواحد القفه وكنطلعوا من واحد السده فيها الهواء باش يتبرد. ملي كيقول الله اكبر كينوض وكيعاود بوحدو. كيصلي بينا في تنات الله يرحمه ويوسع عليه. وملي كيقول السلام عليكم السلام كيطيح للارض وكنهزو عاوتاني وكنطلعوه. هذاك السيد اخر حاجه اللي دار في حياتي وشد بريا في شعري وقال لي ثبت وما تخاف غير من الله. انا كنعتبر راسي الابن ديال الحاج ابراهيم ديال ايت ملك، اللي هو من ولي من اولياء الصالحين، ماشي اللي ماتوا، حيين اللي دعوا معايا وحماوني. انا كنعرف المدارس العتيقه، انا يوميا في كل ليله من الليالي ورانا وريت لكم نالي جاو الطلبه لباب البرلمان وخرينا قران عندكم ديك الكاسيطه. كنقول رفع علينا الظل ديال هذه المؤسسه الخاويه، ما قدروش يهزونا، ما قدروش يمنعونا. انا لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى، تكون الامور واضحه. انا لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى. وملي كتوصل لواحد السن، ملي كتفوت ديك 70 عام 75 عام، كيبدا يبان لك كل شيء بركه، كل شيء زياده. فاش غتنخاف؟ فاش غتنخاف؟ اجهدهم يديروا لي، انا كنتسال اجهدهم يديروا لي، شهدهم يديروا لي، وإذا ما قتلونيش يدوني للحبس. ياك داو ولدي للحبس كاين أصعب من هادي، كاين صعب من هادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.